شركة القمة العربية تنصح ونصائح وإرشادات لعملائها كالتالي: أولا لما يبعت السي في يبعته على الإيميل حتى يكون في الداتابيز بتاعت الشركة، تمام؟ يبعت على الواتس أو يبعت على ماسنجر أو يبعت أي تواصل اجتماعي تاني، ده بيبقى تليفون، من السهل فقد التليفون، فبيبقى هو في الداتابيز بتاع الشركة، بيبقى دايما محتفظ بداتا الشركة. المرشح بيبعت لنا حاجات كتيرة جدا، أولا الحاجات دي كلها تضره وما تنفعوش ولا هي بتنفعنا في حاجة. أنا أول حاجة ببقى محتاج السي في وما يشمل الكلام اللي في السي في من كورسات، من شهادات، من كل شيء خاص بحضرته في الدراسة، تمام؟ شهادات خبرة، كورساته، شهادة التخرج. أما أنا بفوجئ هتلاقي الأخ باعت شهادة ميلاد، باعت شهادة جيش، باعت صورة جوازه، صورة بطاقته، كلها ده أمن عام له هو وأمن للدولة. النصيحة التانية: اللي بيقرأ الإعلان أو بيشوف الإعلان على السوشيال ميديا أو على بيشوفه على موقع الشركة بيعمل لي سي في حسب الإعلان، وده خطأ فني كبير جدا، مبيبقاش عارف المجال اللي هو مسافر عليه، بالتالي ما بيثبتش وجوده عند صاحب العمل اللي هو الشركة أو المؤسسة أو أي شيء بروح يسافر عليه، فبالتالي أنا بضطر أعمل انترفيو مع الشخص اللي جاي يسافر. ده من ضمن مميزات شركة القمة العربية. ده من النصايح ان انا نفسي ان اللي يقرأ شيء ينفذه، واللي على قد حاجة يقول انا اقدر اعملها.